وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمة تنتظر، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالك؟ طيب حالك يا علي. بس شيخ عندي أربعة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين؟ السؤال الثاني، إذا كنت في سفر وبقي على بلدي مسافة 10 كيلو، هل أستمر في القصر والجمع؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، هل هناك تعارض بين القدر والدعاء؟ وهل الدعاء يرد القدر ويغيره؟ إن شاء الله. واضح السؤال؟ واضح، نعم. السؤال الرابع، إذا كنت في المسجد أقرأ القرآن وأذن الأذان، هل أترك القراءة واستمع الأذان وردد خلفه؟ أم ماذا؟ وهل يجوز أقرأ وهو يؤذن؟ إن شاء الله يا علي. مشكور، بارك الله فيك. فيك بارك، مرحبا. تفضل يا أم وليد. مرحبا. مرحبتين. مرحبا الشيخ. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤالين. أنا طبعا بالعدة. إيه. وإذا طلعت إذا ضروري يعني للدكتور ولا شيء ضروري شيء، أغطي وشي وأطلع ولا بس ساعة يعني عادي زي الأول وشي مفتوح؟ إن شاء الله. وبعدين في أختي كمان زوجها متوفي، هي في العدة في السعودية. بتقول تروح ال هنا في الحرم مثلا في رمضان ولا شيء؟ إن شاء الله. طيب شكرا. مرحبا. تفضل يا رنا من اليمن. رنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز إني أقرأ الأذكار من الجوال؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني، أها، أصلي ركعتين قبل العصر يجوز؟ إن شاء الله. والسؤال الثالث، يجوز إني بعد صلاة الفجر أصلي ركعتين؟ إن شاء الله يا رنا. عني سؤال الله يحفظك. أها. كنا نلبس في الحلقة أم التحفيظ كان الختمة وهي حائض، وقالت إنه كان حديث عن الرسول إن العيشة هاتي الختمة، قالت أنا حائض، قالت ليس أنت حائض بيدي. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ يعني انتشرت الحلقة إنها تشيل الختمة أم يعني حضرت عندكم الختمة؟ نجلس في التحفيظ، كنا نجلس في التحفيظ. ايه. والمديرته حق التحفيظ ومات الحلقه وشلنا الختم وهم حيضات، انا بطلت الحلقه، هل علي ذنب؟ انت تركت الحلقه؟ ها؟ تركناها. ليش؟ عشان هم حيضات؟ ايوه، عشان انه ما في نظام وضعني مع الجنس، خلاص تركنا الحلق. ان شاء الله يا رنا. مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا فاطمة السعودية. فاطمة. أيوة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عندي سؤال. تفضلي. أنا مصابة بالصرع وجوزي يتأخر، يعني أنا مصابة بالصرع. لما أصلي الظهر يعني تجيني الحالة يغمى علي كذا 4 دقائق. أي نعم. جوزي مهني يعني يرجع كذا بعد الصلاة بساعة، يعني عادي آخر الصلاة شيء يرجع جوزي ولا لا؟ يعني بعد صلاة الظهر بساعة يرجع؟ أيوة زوجي، يعني عادي أصلي حين يرجع جوزي ولا وقت الأذان؟ إن
إن شاء الله يا فاطمة. بعد عندي سؤال ثاني. أها. لما أختم القرآن يعني لازم أقول الدعاء دعاء ختم القرآن ولا لا؟ إن شاء الله يا فاطمة. أي مشكور يا سيدي. مرحبا أختي. تفضل يا أم أحمد من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أختي. بعد إذنك كنت بدي أسأل، الأذكار بعد الصلاة لازم إنه لما نحكيها نطم مكاننا ولا بنقدر نقوم مثلا نعمل أي شغلة بالبيت اللي نحن عم نجددها؟ قصدك أذكار الصباح أثناء الـ الـ يعني العمل في المطبخ وفي البيت وكذا؟ لا يا شيخ، الأذكار اللي بعد الصلاة، اللي بعد الصلوات المفروضة. أي أذكار بعد الصلاة. نعم نعم. إن شاء الله. شكرا لإلك. مرحبا أختي. أبو عروة. يا أبا عروة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك يا شيخ. عندي سؤال واحد يا شيخ مرتبط بجزئين، بس السؤال أوي طويل العمر بخصوص في بعض المعارض حق السيارة طويل العمر، إذا بغيت أشتري سيارة كاش يا طويل العمر يعطوني سعر الكاش مثلا، نفرض مثلا 47 ألف ريال عندنا كسعودي يعني، مقابل إذا قلت لهم أبغى تقسيط يعني مثلا كل شهر يرفعون الحد إلى مثلا يعني 60 ألف مثلا بالعملة اللي عندنا، أو مثلا 70 ألف، وكذا أضرب مثلها مثلا في الجوال، إذا واحد يبغى مثلا أي جوال مثلا من أي نوع يكون سعر الكاش يعني رخيص، بس إذا خذا بالتقسيط يعطونه خصم. سألتهم قلت لهم كيف؟ قال والله هذول فوائد ما فوائد يعني حق الخصم خصم. فإيش هذا يا شيخ؟ يعني هل مثلا يعني توكل على الله وأخذ يعني أو في هنا يعني تعطينا شيء يعني هل مثلا شو الفوائد الربوية؟ والله يعطيك العافية يا شيخ. يعافيك، مرحبا أبو عروة. أبو خطاب من العراق، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله مرتاح. خير ونعم، الله يحفظك، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. وإياك. يجزاك الله أن يحفظك بالله. أحبك الله يا أخي، أحبك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ ممكن سؤال؟ ممكن، تفضل. يا شيخ عندي كان مبلغ يم الحكومة، طبعا المبلغ كان لأخويا شهيد، فالمبلغ ما كان يمي، فأنا يا شيخ هسه صار، فأنا يعني هل يجب عليه زكاة أو لا؟ فبقى المبلغ يمي فأنا اشتريت فيه بيت. نعم. وأنت الوريث الوحيد يا أبو خطاب؟ نعم. أنت الوريث الوحيد؟ لا أنا مو على الورثة، هل عليها زكاة؟ كم بقي عندك المبلغ؟ المبلغ بقى حوالي 7 أشهر 8 أشهر. 8 أشهر ها؟ نعم. طيب وبالنسبة لأبو خطاب حتى نستفيد، يعني اللي حصله يعني اللي يعطى للشهيد من قبل الدولة يقولون هذا لمن يوزع؟ لمن فيه يعني قانون معين يوزع على مثلا والدته زوجته كذا، ولا يجعلون تركة؟ نعم، هو زوجته حاليا عندي هو أطفاله. ها يعني نعم. يعطى لزوجته؟ ها نعم. إن شاء الله يا أبو خطاب أبشر. بارك الله فيك يا شيخ. مرحب أخوي. يا شيخ تفضل جاءت فضلك، وهل يجوز إذا عليه الزكاة هل أدفع قصدين يعني مثلا؟ تدفع ماذا؟ قصدين بالاقتصاد يعني قصدين أنطيه مثلا الزكاة؟ إن شاء الله. لا هو عموما ما عليه زكاة، يعني من الآن حتى ريحك في بالنسبة للسؤال الثاني، ما عليه زكاة إن شاء الله، ولكن أفصل لك بحول الله. بارك الله فيك. مرحبا أخوي. مرحبا. تفضل يا أحمد أيضا من العراق. راح أحمد. تفضل يا أم أحمد من الشارقة. أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عن المسلمين كافة. آمين. شكرا لله أولا، وشكرا لك يا دكتور على سعة صدرك ورحابته، وشكرا ثم لكل العاملين في هذه القناة المباركة. جزاك الله خيرا. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيك. نعزي أنفسنا أولا والعالم العربي والإسلامي باستشهاد هذه الكوكبة الطاهرة، وهم يؤدون الصلاة ويحاكون ربهم بطلب المغفرة.
عسى الله أن يصبر ذويهم ويسكنهم فسيح جناته ويجعلهم بالفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم آمين. كفانا فخرا وكفى الإرهابيين خزي وعار في الدنيا والآخرة. إن كل ما يحصل للمسلمين هو إن شاء الله صحوة ورجوع إلى الله. إن شاء الله. الإسلام يخوفهم ويزعزع كياناتهم الخاوية الفارغة من الإيمان بالله ورسوله ومن الإنسانية وبالأخير. أم أحمد نعم. الله يرضى عليك، أعطيني السؤال لأن عندي مكالمات تنتظر كثيرة. هذه المسألة الحمد لله يعني معروفة، والحمد لله الإسلام كلهم يدعون لهم والحمد. عندك سؤال آخر أختي؟ أي نعم عندي سؤال. تفضل تفضل. شيخ، يعني بحلقة يوم أمس أنت تكلمت عن أموال اليتامى والمحافظة عليها. نعم. إذا كان هناك امرأة توفت وتركت لها 3 أطفال ووالدهم عنده مرتب يكفيه، فماذا يجب العمل به نحو هذا الراتب التقاعد الذي هؤلاء الأطفال المستفيدين الوحيدين منه، وأن والدهم ليس بحاجة؟ فهل يصح لوالدهم أن يصرف هذا المرتب عليهم وهو قادر على رعايتهم، أو أنه يعتبره توفير للأطفال لحين الكبر ولكل حسب حاجته عند البلوغ؟ إن شاء الله يا محمد أبشري. وهل أشكرك. وهل يتم الأب والأم نفس الأم والأب نفس الدرجة؟ إن شاء الله. سؤال أخير. هل مشاهدة المحاضرات الدينية ومتابعتها بالنسبة للمشاهد تعتبر يعني من مجالس الذكر؟ والله يأجرنا عليها إن شاء الله يا محمد. وشكرا. فضيلة جميلة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. وشك. مرحبا تفضلي. عندي 3 أسئلة. تفضلي يا جميلة. السؤال الأول، ما حكم بعض النساء يجيبون الحجة والعمرة ويذهبون إلى العرس ويرقصون ويسمعون الأغاني؟ السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني، عندي أختي زوجها توفى خلالها طفل صغير، كبراته وقراته القرآن ويوم يقولوا لها الناس على ما تزوجي شيء وهي حبت تربي وليدها، قالت لك أنا مأجورة. زوجها الولد هذا ابن زوجها؟ ابنها وزوجها توفى خلالها طفل صغير. نعم كبرات وقرات القرآن وعندها الباك السنة، قالت لك يقولوا لي الناس على ما تزوجي شيرك صغيرة، وهي ما حبتش تزوج على خاطر ولدها. فهمتني شيخ؟ ايه فهمتك. نعم. السؤال الثاني، ما حكم حنايا هنايا الحمام؟ احنا نقولوا حمام هو دوش كبير، ايوي مجموعة النساء يدخلوا فيه يحموا، هل هذا حرام ولا حلال؟ الحمام ها؟ دوش كيما الدوش كبير. إيه يعني هو الدش الكبير، الحمام، الأحواض، السباحة. هي يدخلوا جماعة نساء. قلت لهم حرام، قالوا لنا قولوا للشيخ ونسمعوها من بودنينا. إن شاء الله يا جميل. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. يلا أحمد فضل من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مرحبا أحمد. أخبارك طيب؟ الله يحفظك. الله يطول عمرك. يا شيخ أنا من فترة من الطاس سألتك عن موضوع الزكاة، تذكر؟ الزكاة؟ والله كثير أسئلة يا أحمد. الزكاة يوم خبرتك إن في ريايل كبار في السن يجون عند الوالد. هي وجهت لهم نصيحة، سمعتها؟ هي الله يطول عمرك. 3 منهم أنا قلت لك واحد، هم طلعوا هم كلهم يجون عند الوالد 6. نعم. يجلسون يا الوالد. نعم. يسمعون البرنامج هذا. قلت لك يو عيال واحد منهم. وقالوا لي كلم الشيخ على اساس انه ينصحهم بالزكاه، ينصحون ابوهم يعني. فالمهم 3 منهم ما قاموا يجون عند ابوه. فيوم سالت ليش ما تجون عند الوالد؟ قال لا ما بني المقر. مثل ما تقول يعني استر فيهم الكلام يا شيخ. فواحد فيهم هو شوي عزيز عند الوالد. فابوي يقول لي احمد شوف فلان ليش ما يجي؟ قلت له خله ابوي يمكن ما يبغي يعني، يمكن يجيك المقر. قال لا خليه. المهم تلاقيت وياه في المسجد. قلت له عمي ليش ما تجي عند الوالد الحين؟ قال لا بيجي بعد المقر. أها. قلت له ليش؟ شو السبب يعني؟ قال لي صراحة أنا يوم هذيك اليوم سمعت الشيخ تكلم عن الزكاة أنا ما أقدر أرقد في الليل الحين. قلت له ليش عمي؟ قال بس أنا إذا تبي
انا كم بايلس ازكي، كم بايلس احطي، كم بايلس يعني عرفت ايه ترزين شو يعني شو ها. قال انه الحين الله سبحانه وتعالى يمكن ما يقبل انا كم بزكي من انا من يوم ما استويت وانا عندي فلوس ايه، وانا من يوم ما استويت ما زكيت، شو اسوي الحين؟ طيب طيب الحين طول عمرك شيخ يعني هو الحين يسمعك بس مو عند الوالد وقاعد المخ لا لا يبشر ان شاء الله بعطيه ان شاء الله الجواب اللي رايحه بحول الله وقوته. الله يطول عمرك. مشكور يا احمد. الله يطول عمرك. مشكور يا احمد. نكتفي اعتقد. طيب يوم الجمعه الماضي، يوم الجمعة الماضي الأخ عبد الوهاب من الجزائر بارك الله فيه طبعا سألني، يقول هناك أناس يعني يكذبون للأسف الشديد، ذكر يعني أشخاص تجاوزوا 70 من العمر، يقول نريد نصيحة لهم، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ عبد الوهاب بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك جميع المسلمين. أولا يا أخواني ويا أخواتي، والله والله لو لم يكن في الكذب إلا هذا القبح لكفى تحريما، لو لم يكن فيه إلا هذا القبح، لو ما ورد نص لا في القرآن ولا في السنة ولا يعني جاء شيء من الله عز وجل يكفي هذا القبح، فإن الله عز وجل زرع في نفوس الناس كره الكذب وكره الكذابين، فيكفي هذا. ولذلك الكذب قبيح ولا خير فيه، والله جل وعلا يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، إنما يفتري على الله الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنافقين بأنهم أهل كذب، والله جل وعلا أخبر عن المشركين بأنهم أهل كذب. ولذلك ما يليق بالمسلم أنه يكذب. المسلم يؤمن بالله وليؤمن باليوم الآخر ويعلم بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما في لفظة تصدر من عذبة اللسان إلا وتسجل إما لك وإما عليك، إما لك وإما عليك. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن المنافق، ذكر عن المشركين والمنافقين أنهم أهل كذب، قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قل جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هؤلاء الذين يقسمون كذبا. ويقول جل وعلا في آية المباهلة قال ثم فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الكذب من صفات المنافقين، قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الكذب يمحق البركة، الله عز وجل يذهب البركة حتى في مسائل الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال ولما ذكر قضية التجارة وقال فإذا ذكر الشريكين قال فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما، يذهب الله هذه البركة. والكذاب سبحان الله من العقوبات المعجلة بغض الناس له، الناس يكرهون الكذاب ما يحبونه. وأيضا من العقوبات المعجلة لهذا الكذاب أنه ما يصدق حتى لو جاب خبر صدق. الآن إذا جاء الصادق إذا جاب خبر الناس كلها تطمئن له وترتاح وتصدقه، أما الكذاب هذا لو جاب فعلا خبر صدق قالوا لا تأكدوا أو أهملوه ما أحد يلتفت إليه. ولذلك ما يليق بالمسلم أن يكذب. هل يرضى المسلم أن يكون فيه خصلة من خصال المنافقين؟ هل يرضى المسلم أن تكون فيه خصلة من خصال المشركين؟ هل يرضى المسلم أن يذهب الله عز وجل بركة حياته وعمره وماله؟ هل يرضى المسلم أن يعيش بين الناس ولا سمعة له، ما له إلا السوء والعياذ بالله؟ يضرب به مثل السوء، إذا جاء خبر ولا قالوا لا تصير مثل فلان، يعني الكذاب ما يليق. الكذب ما يليق. ولذلك يقول عمر عليكم بالصدق فإن الصدق منجات، الصدق دائما هو اللي ينجيك والكذب هو الذي يرديك، أبدا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وعباد. والله لقد رأينا هذا بأنفسنا، رأينا وعايشنا وشفنا أن الصدق هو اللي ينجيك والكذب هو الذي يرديك أبدا. واحرص حتى مع غير المسلمين كن صادق، مع المسلم ومع غير المسلم لا تكذب،
المسلم لا يكذب أبدا، لا يكذب. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الكذب قال إلا في ثلاث، هذه لمصالح راجحة وبعدين غير متعدي المفسدة. الكذب في الحرب طبعا لأنه الحرب خدعة، والكذب كذب الزوجين مع بعضهما يعني الكذب مثلا لتأليف القلوب، والمقصود أنه يقول كلام طيب ما يروح يعني يقول كلام طيب، وكذلك الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، لأن الصلح بين الناس واجتماع الناس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فإذا صار بين شخصين أو أسرتين أو عائلتين أو طائفتين أو بلدين ويجوز الكذب في هذا لأجل لملمة الأمور، لأجل ترميم البيت الواحد، لأجل قطع الطريق على الشيطان كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل أوصل لهم هذه الرسالة وقل لهم بأن الكذب حرام وقبيح، ولذلك هو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن العقوبة يوم القيامة بأنه تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، أولئك أهل الكذب وخطباء الفتنة وأهل النميمة وأهل الغيبة، هؤلاء يعاقبون معاقبة شديدة عند الله سبحانه وتعالى. علي اليوم من الشارقة يسأل عن تفسير قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآيات. أخي الفاضل هذه الآية سبق وأن تكلمنا عليها كثيرا، ولذلك هذه الآية جاءت في سورة لقمان، يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ولهو الحديث لأهل العلم كلام طويل جدا، منهم من ذهب إلى أن لهو الحديث هو الغناء المصحوب بالمعازف، ومنهم من ذهب إلى أن لهو الحديث المقصود فيه النميمة والغيبة والكذب، ومنهم من ذهب إلى أن لهو الحديث هنا كل كلام باطل، وأقوال كثيرة لأهل العلم، أقوال كثيرة لأهل العلم. ومنهم من قال لهو الحديث هو إنشاء القصص واختراع الحكايات لصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الخير، فيصرفون وجوه الناس مثل طريقة القصاصين الذين نشأوا في قديم الزمان، ولذلك هؤلاء يشغلون الناس ويلهونهم، هي عملية إلهاء وصرف الوقت، يجلس القاص هذا الليلة كاملة في إنشاء قصص واختراع قصص ويكذب فيها على الناس ويتركهم عن قيام الليل، ربما فاتت عليهم صلاة العشاء وفاتت عليهم صلاة الفجر، وهذا مجرد إلهاء. وأرجح الأقوال فيما يظهر لي مع هذا الأقوال الكثيرة أن المقصود بها المعازف، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. فالنبي عليه الصلاة والسلام زكى هذا الصحابي الجليل، هذا العملاق من عمالقة العلم، زكاه وقال هذا يعني في التفسير والعلم خذوا منه. جاء ابن مسعود فأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن لهو الحديث هنا المقصود فيه المعازف، المقصود فيه المعازف. وبعض العلماء يقول أمر واسع، فكل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الباطل، كل معازف ولا حكايات ولا قصص باطلة ولا غيبة ولا نميمة ولا افتراء ولا كل هذا يدخل ضمن هذا المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا كنت مسافرا ورجعت ولم يبقى على بلدي إلا مسافة 10 كيلو، هل يحق لي أن أستمر في الترخص برخص السفر من القصر والجمع؟ الجواب نعم، حتى تدخل بلدتك. فإذا دخلت البلدة من أطرافها، يعني أول البلدة، أول عامر بنيان البلدة، خلاص تنتهي عن الترخص برخص السفر. أما إذا بقي 5 كيلو 3 كيلو 10 كيلو وحان وقت الصلاة وحبيت أنك تقصر وتجمع، حتى لو تشوف بنيان البلد يجوز ذلك، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. علي يسأل عن يقول هل هناك تعارض بين القدر والدعاء؟ لا يا أخي الفاضل، الدعاء من القدر، فكل شيء بقدر. يقول جل وعلا إنا خلقنا كل، يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، وخلق كل شيء، كل شيء عام يشمل الأمور العبادات ويشمل الأمور الدنيا كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا وجئت على قدري يا موسى،
وجئت على قدر يا موسى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الدعاء من القدر، ورد المقضي، رد المقدر مما لا يحبه الإنسان من القدر، بمعنى أن الإنسان يقول اللهم ادفع عني البلاء، فالله عز وجل قد يكون قدر على الإنسان البلاء أو المرض أو الفقر أو شيء. هذا الدعاء في تقدير الله السابق يرد هذا المقضي. ولذلك جاء في الحديث إن الدعاء والقضاء ليعتلجان في السماء، يعني تصارعان في السماء، والدعاء يرد القضاء بنفس القدر السابق. يعني الله عز وجل قدر بأن الدعاء يرد القضاء إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات في هذا الكثيرة والأحاديث. ولذلك خلف فاضل الدعاء طيب، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة، حديث نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، قال فيقول هل من داع فأستجيب له. فالأصل أن الله جل وعلا يستجيب دعاء الداعي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك بعض الناس يدعو فلا يستجاب له، هذا إما أن يكون قد ادخر الله له من الأجر مثله، أو دفع عنه من البلاء مثله، أو أنه يستجيب له لكن بعد حين وبعد فترة، أو يكون ممن حجب عن الدعاء بسبب مانع من الموانع كأكل الحرام أو الدعاء بإثم وقطيعة رحم، هذه كلها ما يستجيب الله عز وجل للإنسان. أو يكون الإنسان قد دعا فخلط مع دعائه ما يفسده، مثلا من الألفاظ الشركية، الألفاظ البدعية المحرمة. هذه قد يدعو الإنسان دعاء لكن يشرك بالله، أو يدعو دعاء يبتدع في الدعاء، يأتي بشيء فيمنع من الإجابة. علي يقول إذا كنت أنا في المسجد وأقرأ القرآن وأذن المؤذن، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا قراءة القرآن سنة مستحبة، والترديد خلف الأذان سنة مستحبة، وفيها فضل عظيم إذا رددت خلف المؤذن ثم أتيت بالدعاء بعده فإنك تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قاعدة الشريعة في مسألة المصالح والمنافع إذا اجتمعت تحصل جميعا، إذا اجتمعت تحصل جميعا. فأنت الآن تقرأ القرآن، مصلحة عظيمة لك فيها أجر، أذن المؤذن تتوقف عن قراءة القرآن، تردد خلف المؤذن حتى ينتهي ثم تأتي بالدعاء ولتحصل المصالح كلها. لماذا؟ لأن قراءة القرآن ما تفوت وإنما تتدارك، فإذا خلص المؤذن وجبت الدعاء رجعت لقراءة القرآن، هذا من باب تحصيل المصالح إذا اجتمعت بارك الله فيك. أم وليد من أبو ظبي تقول بأنها في العدة، وتقول أحيانا أريد أن أخرج للضرورة إلى الطبيب وكذا، تقول يعني هل أغطي وجهي؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة المعتدة حتى ولو كانت لا تغطي وجهها، تأخذ بأحد الأقوال مثلا، فإنها في فترة العدة تحتجب، والأصل أن ما تخرج من البيت لكن استثنيت للضرورة. فإذا ذهبت إلى مستشفى، ذهبت لأي أمر ضروري أو حاجي مثلا، فإن تستتر التستر الكامل بارك الله فيك. أم وليد تقول عندها أخت أيضا في السعودية توفي زوجها، تسأل تقول هي الآن في العدة، ممكن في رمضان أن تذهب إلى الحرم وتصلي مثلا التراويح هناك؟ الجواب لا، بالنسبة للمرأة المعتدة يجب عليها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، هذا على سبيل العموم، فكيف وهي تمر بظرف وهو العدة التي أمر الله عز وجل بأن تمكث في بيتها، في قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابيات اللائي تأيمنا وتوفي أزواجهن في معركة أحد أن يمكثن، كل امرأة تبات وتمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. فلما ذكرنا الوحشة في البيت قال اجتمعنا، فإذا جاء النوم كل واحدة تذهب إلى بيتها. فقول لله يا أخت الفاضلة وجودها في العدة عبادة وليس عادة، عبادة. الآن هي
تتقرب إلى الله بمكثها بتربصها أيام العدة واستجابتها لله وللنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخرج يا أختي الفاضلة. وأيضا يوجد بعض الأقوال لا تلتفت إليها، يعني مثلا تخرج وكذا، هذا يتنافى مع مقصود ومفهوم العدة، فتمكث حتى يبلغ الكتاب أجله. رنا من اليمن تسأل عن حكم قراءة القرآن من الجوال. أختي الفاضلة، يجوز قراءة القرآن وقراءة الأذكار وقراءة العلم وقراءة الحديث من الأجهزة والتقانات الحديثة هذه، سواء كان الكمبيوتر أو الآيباد أو المحمول أو أي نوع من أنواع الأجهزة الحديثة، الأجهزة الذكية هذه، يجوز أختي الفاضلة، وللإنسان الأجر والثواب. فيجوز للإنسان أن يختم القرآن من الجوال. الآن الحمد لله فيه الجوالات المحمول هذا، القرآن كامل يجوز أن يقرأ منه. يجوز للإنسان أن يقرأ الأذكار، أذكار الصباح والمساء، من القرآن من الجوال. يجوز للإنسان أن يقرأ أذكار ما بعد الصلوات إذا كان غير حافظ لها، يجوز يقرأها من الجوال. الأمر واسع ولله الحمد. لكن أيهما أفضل بالنسبة لقراءة القرآن؟ الأفضل يقرأ من المصحف، لكن إذا ما تيسر له يقرأ من هذا. حتى العلماء تكلموا على قضية أيهما أفضل، أن يقرأ من حفظه أم من القرآن؟ قالوا لا، من القرآن أفضل. بعض العلماء طبعا يقول من القرآن أفضل، لأنه يشتمل على أكثر من عبادة، القراءة والنظر في آيات الله، وأيضا هذا المصحف له قدسية وله مكانة، ولذلك الإنسان يفعل الذي يستطيع. رنا تقول: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين قبل صلاة العصر؟ أختي الفاضلة، الجواب نعم يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان الأول اللي هو النداء بدخول الوقت، والثاني إقامة الصلاة. سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة أذان، قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، يعني على السنة. وقد ورد حديث لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني ركعتين ركعتين. فإذا أذن العصر أخت الفاضل يجوز لك أن تصلي ركعتين، ويجوز لك أن تصلي أربع، يعني ركعتين ركعتين ثم تصلين الفريضة. رنا تسأل تقول: هل يجوز لي أن أصلي بعد الفجر ركعتين؟ أخت الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهذا السؤال كثر، وأنا أستغرب والله من جهل كثير من الناس بأوقات النهي. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خمسة أوقات يصلى فيها النفل المطلق، يصلى فيها النفل المطلق. هذه الأوقات ثلاثة منها النهي شديد، ووقتان النهي خفيف. أما الثلاثة التي النهي فيها شديد جدا فهي عند طلوع الشمس، لما تبدأ الشمس تطلع لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يصلي اختيارا في هذا الوقت. ثانيا عند غروب الشمس، لما يبدأ قرص الشمس يغيب شيئا فشيئا، هنا يحرم على الإنسان أن يصلي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق وهو الصادق المصدوق أن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، هذا واحد. والعلة الثانية أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، هذا اثنين، بين قرني شيطان، واضح. الوقت الثالث الشديد عندما تكون الشمس في كبد السماء، في كبد السماء، يعني قبل أذان الظهر بدقيقتين ثلاثة أربعة، هذا الوقت شديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الوقت تسجر فيه النار، تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. والأوقات الثلاثة هذه من فضل الله أنها يسيرة وليست طويلة، يعني تقريبا غروب الشمس يستغرق الوقت دقيقتين ثلاثة، يعني حتى نتأكد من غياب قرص الشمس، عند طلوع الشمس كذلك، عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس كذلك. عند طلوع الشمس لا، حتى ترتفع قيد رمح، يعني عند غروب الشمس الآن لما تغرب دقيقتين ثلاثة، دقيقتين ثلاثة أربعة. ولذلك الآن أئمة المساجد يستعجلون في صلاة المغرب، خمس دقائق ثمان دقائق ويقومون الصلاة. عند طلوع الشمس لا، ننتظر عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة، لأن الارتفاع كما حدد ذلك أهل العلم وبينوه قيد رمح،
والرمح يقولون طبعا هذا المقدار الذي يقيسون فيه قديما تقريبا 13 دقيقة إلى 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 ربع ساعة، وبعضهم يقول 10 دقائق، لكن الاحتياط. فلما ترتفع بعد ربع ساعة يبدأ الناس يصلون صلاة الضحى بارك الله فيك. هذه الأوقات النهي فيها شديد. وأما الوقتان اللي فيهما اللي ذكرت خفيفان هما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وترتفع قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذان الوقتان ممنوع فيهما النفل المطلق، النفل المطلق، والعبرة بفعل الصلاة وليس بدخول الوقت. يعني أفترض الآن صليت العصر، يعني عفوا أذن العصر وما صليت إلا بعد ساعة، نقول بعد الصلاة يبدأ وقت النهي. يعني لو صليت قبل أكثر من ركعة، ركعتين أربع ست عشر ما في بأس، لكن من فعل الصلاة خلاص يبدأ وقت النهي. كذلك الفجر، الآن الناس في المساجد الفجر متى يصلون؟ بعد الأذان 25 دقيقة 30 دقيقة. لو أن امرأة في البيت أذن الفجر وما صلت الفجر إلا بعد ساعة، يكون الوقت ما زال باقي لأن الشمس ما تطلع، فصلت في هذا الوقت بعد صلاتها، فعل الصلاة هو الذي يدخل وقت النهي بالنسبة لها، يدخل وقت النهي بالنسبة له. هذان الوقتان اللي هو بعد الفجر وبعد العصر ما يجوز النفل المطلق، لكن يجوز قضاء الفوائت مثل الفريضة، نسيتي صلاة الظهر يجوز تصلينا بعد العصر، نسيتي السنة القبلية أو فاتتك السنة القبلية أو البعدية لصلاة الظهر تصلينا بعد العصر يجوز. كذلك الفجر، واحد راح للمسجد وتفاجأ وإذا الجماعة يصلون، الإمام يصلي ما صلى السنة والقبلية، يصلي معهم، ما يجوز يصليها والصلاة قائمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيصلي معهم وبعد الصلاة يقضي السنة القبلية اللي فاتته قبل الصلاة. واضح يا رنا؟ إن شاء الله يكون واضح لك ولغيرك. رنا تقول كنا ندرس في الحلقة وعندنا المشرفة أو المحفظة أو المعلمة كانت عليها الدورة الشهرية، تقول يعني على أساس ختمة القرآن، تقول أنكرنا عليها، قالت لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناولين الخمرة في المسجد فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. تقول نحن خرجنا من المسجد وتركنا المعلم والمشرفة، ما العمل؟ أولا يا رنا بارك الله فيك ورضي الله عنك، يجب عليك وعلى صويحباتك أن يكون عندهم سعة في الصدر ولين في العريكة والتعامل، ولا يجوز الخروج بمثل هذه الطريقة من المسجد لمسألة خلافية. وكان الواجب عليكم أن تصغوا إلى المعلمتين أو المعلمة والمشرفة وتشوفون إيش الأدلة وتراجعون أهل العلم، فخروجكم يمثل احتجاج ويمثل إنكار يمثل كذا غير جيد، هذا يلوث البيئة العلمية، يلوث الحلقة ويلوث السمعة ويلوث البيئة، يخلي الأمور مضطربة، وفيها الحلقات هذه والدروس هذه فيها الإنسان يروح يرتاح فيها ويطمئن، ما يروح يحدث خلاف. للأسف الشديد الناس، كثير من الناس ما يفقه مقاصد الشريعة. أعظم مقصد من مقاصد الشريعة أنك تجمع الناس على الخير وتحاول تحسم وتقطع كل شيء يؤثر على اجتماع الناس، ولا ترمي مثل ما يقولون بعض الناس يرمي الشيء ويفرق أهل البيت الواحد، يفرق أهل الحلقة الواحدة. لا، كان بإمكانك يا أختي رنا تقول إن شاء الله جزاكم الله خير، وبالراجع العلماء، راجع العلماء، ما تخرجون محتجين قد احمرت أنوفكم وزعلتم منها. لا لا لا، ما كان ينبغي لكم هذا. الأمر الثاني، مسألة خلافية ما فيها إجماع، ما فيها إجماع. من أهل العلم من يرى بأن المرأة الحائض ما تدخل المسجد، ومن أهل العلم يقول ما في دليل، حتى قال النبي لعائشة حيضتك ليست بيدك، هذه خلافية. من أهل العلم من يرى بأن المرأة الحائض يجوز لها تقرأ القرآن من دون مس، قال يجوز تقرأ، ما في دليل على منع المرأة من قراءة القرآن. من أهل العلم يقول لا ممنوعة، لأن عليها حدث مثل الجناب وغيرها، ها؟ وقالوا واستدلوا بأحاديث، ردوا عليهم قالوا حديث ضعيفة هذه غير صحيحة. من أهل العلم من منع مس المرأة للمصحف إلا بحائل تلبس قفازين ولا كذا. قصدي أنا لما أقول لك هذا الكلام فيها سعة المسألة،
فيها سعة، الله يرضى عليك يبارك فيك. فارجعي بارك الله فيك أنت وزميلاتك للحلقة، اعتذروا منهم ما في شيء، الاعتذار حقيقة دلالة على شفافية النفس وعلى ثقة الإنسان، أنه عنده ثقة. قولي أسفين إحنا والله راجعنا وسألنا المشايخ، يعني المسألة فيها خلاف. إذا كانوا يتبنون هذه المسألة، وهذه عليها جمع كبير من العلماء يرون هذه المسألة، ارجعي لهم، ارجعي لهم بارك الله فيك، وقولي لهم بأن مس المصحف للحائض ممنوع بالاتفاق، وجود مكث المرأة الحائض بالمسجد، قراءتها للقرآن إذا احتاجت، الأصل فيه الجواز بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تسأل تقول بأن مصابة في الصرع، تقول أحيانا لما أصلي الظهر يغمى علي، تقول ممكن أنتظر زوجي بعد ما يرجع من الدوام أو من برا البيت بعد ساعة تقريبا حتى يكون موجود يعني يلاحظني ويلاحظ البيت ويلاحظ الأولاد؟ نعم يا أخت الفاضلة فاطمة، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يرفع عنك هذا البلاء، وأسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر ولجميع المسلمين. أخت الفاضلة مثل ما ذكرت قبل قليل في مسائل الأوقات، الظهر يبدأ من الأذان الآن اللي هو من الزوال، طبعا الآن الناس ما يراقبون الزوال وكي يراقبون الأذان، يسمعون الأذان، من أذان الظهر إلى أذان العصر كل هذا وقت لصلاة الظهر، كل هذا وقت. فلو صليتي بعد الأذان بخمس دقائق، بعشر دقائق، بساعة، بساعتين، بثلاثة، بثلاثة ونص مثلا، ها كل هذا معك، أهم شيء لا يدخل عليك وقت العصر. فإذا كنت محتاجة لوجود زوجك لا تصليه بارك الله، انتظري حتى يأتي، وهذا ولله الحمد أمر طيب. طيب فاطمة تقول يعني هل إذا ختمت القرآن لابد آتي بالدعاء؟ لا أخت الفاضلة، بالنسبة لدعاء ختم القرآن غير وارد، لكن ورد عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده ويدعو أحيانا، أحيانا وليس بواجب بارك الله فيك. أم أحمد من سوريا تقول بالنسبة للإنسان إذا أذكار الصلاة، أذكار الصلاة، هل يلزم أن بعد الصلاة في المكان ولا ممكن وأنا أشتغل؟ ممكن، الأمر واسع. هو الأصل يا أخت الفاضلة أن الأذكار التي بعد الصلاة لها سنتان، قولية وهي الإتيان بالأذكار، وفعلية أن الإنسان يمكث في مكانه، لكن هذا ليس بواجب. فإذا احتجت أنك تشتغلين تجيبين أذكار الصلاة وأنت ماشي للمطبخ وأنت ترتبين وأنت مثلا تعدين أولادك للمدرسة أو كذا، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أبو عروة من السعودية يقول أنا أذهب أحيانا إلى معرض من معارض السيارات أو محل الجوالات، يقول يبيعون الشيء على نوعين، إما بالكاش وإما بالأقساط، بالكاش سعر والأقساط سعر، يقول ما الحكم؟ ما في شيء جائز، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا البيع يا أخي الفاضل خاصة الأقساط هذه اللي يأخذون الزيادة في مقابل الأجل منفعة، ما يعقل يا أخي أبو عروة، ما يعقل أن الإنسان يقول لك والله هذه بعشرة حاضر وبعشرة دين، ما يمكن، لأنه هو متضرر وسيستفيد من الأجل. ولذلك بشرط أنك ما تخرج من المحل إلا وقد اتفقتم أو اتفقتما على أحد البيعتين، يعني والله جاي تشتري سيارة وانت قلت لي السيارة تقريبا بسبعة واربعين، قالك كاش، تقول لا والله ما عندي كاش، قال شوف كاش بسبعة واربعين ودين أقساط شهرية على 1500 مثلا أو 2000 بستين، تقول لا أنا أبغى إيش أقساط شهرية، تتفق. وطبعا الآن جرت الطريقة مو مثل قبل، قبل يعني بالكلام، الآن أوراق وكذا، فالبيع صحيح ولله الحمد والمنة. الأخ أبو خطاب من العراق يقول بأن أخوه شهيد، ويقول يعني المبلغ المالي الذي صرف له بقي عندي 8 أشهر، ويقول اشتريت فيه بيت، هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لأنه ما حال عليه الحول منذ قبضك إياه، ما حال عليه الحول، الحول 12 شهر قمري أخوي أبو خطاب، فما دام اشتريت به بيت للسكنة ما عليه زكاة، ما عليه زكاة بارك الله فيك. نفس الشيء بالنسبة لما ذكرت من قضية الزكاة، أنا أخبرتك بأنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه إلا في حالة واحدة، إذا أنك أنت الآن اشتريت أرض أو بيت وعرضتها للبيع والشراء يصير فيه الزكاة، أما اشتريت فيه بيت لزوجة الشهيد وأولاده ما عليك شيء فيه ولله الحمد والمن. خلاص. أم محمد من الشارقة وأيضا جميلة من الجزائر، والأخ أحمد من أبوظبي، أعتذر منكم اعتذار شديد والله، الوقت مثل ما يقولون سرقنا، لكن إن شاء الله في أول الحلقة غدا أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون